لسه بعدها يعني، ما لا يمكن انه الحديث الذي يدور في الفضاء الاقليمي انه الازمه السوريه في قاربت نهايات الحرب فيها او المشاكل، قد تنتهي هي المعارك العسكريه، لكن السلم بحاجه الى وقت طويل، بحاجه الى وقت، لانه الوضع في سوريا بالغ التعقيد وتقاسم النفوذ واضح بقوه على الارض. يعني الجانب العربي هو الجانب الضعيف في هذا في المعادله السوريه وفي المعادله الاقليميه كلها. هناك قاعده التنف وما يتبعها من التواجد الامريكي وفي ضمن الحزام النفطي والغاز، وانت تعرف كيف يعني، والجماعات التي تدعمهم وعددهم اكثر من 120 الف مقاتل اللي هم من جماعه الاكراد وبعض الاطراف العشائر. ايضا الوجود الروسي وقاعده حميم وما تمليه على الأرض من واقع ومن العمليات التي تمت خلال المصالحات واللي حصل فيها نوع من التهجير السكاني لسكان مناطق معينة ونقلهم إلى مناطق أخرى في الشمال السوري، وتغيير التركيب. والحديث هذا عن أيضا عن التناغم التركي مع هذا الإطار وما يحصل في إدلب والموافقة الضمنية على وصول القوات التركية إلى ما وصلت إليه الآن في الشمال السوري. أي نحن أمام ملف شائك معقد ولا يمكن بالبساطة أنه يقال أننا أصبحنا على وشك الحلول. بالنسبة لاستقالة الحريري والملف اللبناني، يعني لبنان هي من فترة طويلة أصلا عايشة على الأزمات، والفراغ السياسي ليس غريبا على لبنان. يعني أنت تعرف قبل مجيء الحريري كان هناك فراغ سياسي كبير، لكن الآن يبدو أنه الواقع على فرضته بعض المعطيات اللي على الأرض، واعتقاد الحريري أنه حزب الله سوف بهذا الفائض من القوة اللي موجودة لديه وبهذه النشوة بأنه حقق مكاسب كبيرة على الأرض داخل الجغرافيا السورية، وأنه مقبلين على انتخابات وجزء كبير أصبح عندهم ميول نحو المحور اللي يعتقدوا أنه انتصر. فكل هذه المعادلات يعني هي في حسابات الحريري وفي حسابات حلفاء الحريري في المنطقة، لذلك هو قلب الطاولة في الداخل على من يعتقد